الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. وحنكو سوچنّي كتاب كالأصول من علم الأصول، خاصة وحنكو دحجن عامك يا خاص كي ينكو دحجنّي خاص كالله بأقيب سمعي مخصص أو منفصل إيا مخصص متصل متصل كي وعد ميني منفصل كي ينكو دحجنّي وحنسو قارني نوع سديدات أو تخصيص سنة بسنة سنة سنة اللي هو خصيصه الثامن نوع سديدية أن يكون هو تخصيص كي وإن النقضة تخصيص سنة سنة لخصيصة يا بسنة سنة اللي هو خصيصة وذلك مثال كنا كقوله والنبي قول كي صلى الله عليه وسلم أو النبي يري في ملدي كي بحدي سوحا هذا سقط السماء السماء أي وراء بداي العشر طبن ميلات ميل وحي روب كدأي الروب كاسكول صوت بشاي انقرش لغو ورابين سكيدا لغب بحنا وحي تاي طبن انطلوقي بيامال انا تسكو ديبتو سقالنا عدو قادتو في ملدي كي وح الله وحي سقط السماء السماء ورابي العشر طبن ميلات ميلة اهادي مارك الله في عاما كتيرو آفي ما وح الله وحي سمادو ورابي داي لابدنا عبا عمومو ككينا حق قدر كوحي سمادو ورابي داي وكسو بشي روب لما كلا قادين قليل كيسي كثير كيسي لنا كلتنا عموما كتيرا ووحو ياي حق النوع اي جنسي قلقات بحينا سكنا لما كلا قادين فقوله نبي قول كيسا او نبي يري ما اسم موصول واسم موصول يا ام وحو عميمه يا ما شيقي بلاقه داره خمسه اوسوق شن وسطي يا وما شيقي كان هذا اقل متكير او اكثر وحكبضا حديثك وعام مرك ماذا وحا سو قال يا وحي شن وسطي بان يا وحي كير يا وحي كبضا شنت وسطي هلكي وسطي ولحدن ساعه ساعي نبغا ساعين وأثر مد مركا واسطح بقول ساعين نبغا وكن يلبا بقول أمدك نبغا لكنه أموم كاس خص وعلى خصيصي بدليل دليل اللغو خصيصي دليل كاس منفصل كسو عن وحو الحديث كان من حديث كلا مستقل اللغو خصيصي حديث كاس من السنة سنة كمد لكنه عموم كاس خصا والخصيصي بدليل دليل اللغو خصيصي دليل كو منفصل كسو عن دليل كو من السنة سنة كمتعة وهو دليل كاس قوله والنبي قول كيسا صلى الله عليه وسلم أو النبي يري ليس معهان في ملذي كي دون خمسة أوسوق شنوس كسو كي صدقة صدقة معهان وحالوحي كير شنوس كي صدق اللغو مالاها فدل حديث كاسوحو تساي على أن ما شيقي لم يبلغ أنقارين خمسة أوسوق شن وسقي لا تجيب كواتب ميدو فيه ماغاس إحجيس أصدق تساكو لنا عكلنا وحو كتسايا وحس كذا لقب حينيا إليه وحل بيغو سيدة تميرتا بريسكا بوركا قمرتك قليدا مساقادا هادا ان iyo waxyaalaha la midka ah ee khatarowaadka inaan laga baxayn sako iyo qowlihi nabiga qowlkiisa sallallahu alayhi wasallam ka qowli hore lagu xadfa iyo qowli nabiga qowlkiisa sallallahu alayhi wasallam oo nabigu yiri wajju ilat liyal ardu dulka waxa la iiga dhigay masjida mid masjid oo lagu tuka karo iyo wadhuran mid wax dhahirta وقفكي جنابة كوة جبتو اما قبضي عادة اي حيث كوة جبيو قبائس قفكا سدو بيوائيو واسكت بوري سنة اما واقب قبي سنة لبدا صحابو انتعرر كل نفتو ووكي مرينة
labada cala arad korkoodana waa marina sidaas uu daahir ku yahay qofkii janaabada qaday dabadhi aydka qabtay qubays ku waajibay tii uu mushaado dhigu ka go'ay dhamaan haday biyo waayaan saas iskaga bahara qaadanaya wa kadalika qofkii weeso waayayna waa lamido asaguna sidaas oo kale inta labada saxaaboon dulka ku dhufto uu wajiga iyo labada calaacalad korkooda boorka marina kadibna waa iska tukana dulka ilaahay ka dhiga mid wax daahirta fa qawluhu nabiga qawlkiisa uu yiri al ard ju'ilat li al ard al ard daas uu yiri caam wa caam liannahu al ard mu'arrafun wa ism lagu macrifeeyey bi al ashi al istiqraqiyati ma shaynta loo nisbeeyey wa mufrad mu'arraf bi al istiqraqiyya wa ism mufrad ah oo la geliyey al istiqraqiyya marka umum ayay keenaysa fa ya ummu lafdigaas wuxuu camimaya kulla makanin makan kasta makan kaas oo min al ardi dhulka kamid ah makan kasta oo dhulka kamid ah wa inuu masjid iyo la iskaga tuka karo illa laakiin annahu umum kaas khussa wa la khasisay bi dalilin dalila lagu khasisay dalil ko munfasilin kasoocan dalil ko min sunnati sunnada kamid ah wa huwa dalilka lagu khasisay qawluhu wa nabiga qawlkiisa sallallahu alayhi wa sallam aw nabigu yiri al ardu dhulka kulluha dhammaanteed masjidu waa meel lagu tukado ila almaqbarata quburuhu lagu tuka karin ma ahane iyo walxamaama meesha lagu qubaysto ama suuliga ayaga waxa weyaan xaaraan weeye laguma tuka karo laguma tuka karo oo maqbarahana fitnada looga cabsanaaho dadku inay qabri hadday masjid ka dhigtaan weyneeyeen ay marka dambe caabudaan ila waa aslu shirki bani aadam banu aadanka shirkigiisa asal meeshuu ka yimidba waxay aheed nabi aadan ilaa nabiyu ahaaye xawaana mu'minaad bay aheed laga abuuray feertiisa labadoodu mu'miniin bay dhaleen dadkiisa u joogeen sida cabdullahi ibn cabaas saxiixa ku sugan saxiix bukhaariga ku taalla markay dadkii bateen oo kun sano toban qarni la joogo aashan nin oo saalixiin u dhinteen wabdi suwaac yaquuth yaquuq iyo nasli markay dhinteen ay yidhaahdeen yaalla halmaamina qabriga hal ag fadhiyo meeshii ay ku cibaadaysanayeen kadibna waxay yidhaahdeen si aan loo halmaamin shantan weliyo saalixiinta masawiradoodii ha la keeno waa la soo sawiray taallooyina loo sameeyey meeshii yaa la dhigay qabrigiina waa la ag fadhiistay qolabaas waa dhinteen mana caabudin mid ay sameeyeen maan ayagu ma gaaloobin sababtoo allahay caabudayeen meesha allay ku caabudayeen u fafadhiyeen keliya waxay sameeyeen qabri ag fadhiisashada iyo masawiradan ay soo sameeyeen laakiin caruurtoodii markay kuwaas u dhinteen annaga aabayaalkeen kuwaanay caabudi jirayeen saalixiinta shantaanay caabudi jireen ilaa iyagoo meesha fadhiyay ugu yimaadeen khalaasaasay ku caabudeen marka aslu shirkiba wuxuu ka yimid waa maxay waxa weeyaan waa asuura iyo walictikaafu cinda alqubuur labadaasa asalba waa gaalnimada banu aadan oo dhan saas darteeda qabri in lagu tukado nabi maxamed waa diiday salawaatullahi wasalaamu calayhi xataa marka hore siyaartuu diid intaan dadku aad u fahmin diinka oo aan diinka aysan raasiqin markii koobaad xataa ma siyaara kartaan ku yidhi laakiin marka dambe fasaxay oo yidhi kuntu nahaytukum can siyaarati alqubuur hadda kor waa inan ka reebay qubura booqashada fazuruuha alaan hadda siyaartu fainaha tudakirukum alaakhira ama tudakirukum almowt war aakhirada ayayni soo xasuusinaydaahe booqda qubuuraha marka xataa siyaartii marka hore u diid marka waxay ku tusaydaa khuduurada iyo qatarta ka imaanayda qabri ag fadhinta xadiidkaas marka nabi maxamed sallallahu calayhi wasallam wuxuu ka soo reebay dhulkii masjidka ilaa ka dhigay wuxuu ka reebay maqbaradii iyo xamaamkii labadaas waa la khasisay oo dhulkii waa laga reebay oo laguma tuka karo iyaga labadooda idan marka wa jucilat liya alardu alardu daas caamka waa caamun makhsuus waxaa qasisayna wa xadiidkaas kaloo nabiga ataasi an yakuuna huwa taqsiiskii waa inuu noqdo taqsiisa sunnatin sunna la khasisay biijmaacin ijmaacna lagu khasisay qaala almusannifu musannifka muxamed ibnu saalix alcuthaymiin wuxuu yidhi walam ajid uma aanan helin mithaalan tusaale litaqsiisi sunnati sunna la khasisay bilijmaaci ijmaac lagu khasisay
ومهلين ويرمجرو مدنهن تاسونا فقه سيتو سيدا. وهذا هذا الكاس وير دكتور غازي من فقهه وثيمين فقه سيكن الطهي رحمه الله الله أنحرسته حيث مال قال ويري لم أجد مآنا الهلين ويري ولم يقول مدنهن لا يوجد لهلين ما مدنهن حيث لا يوجد واحد تسيدا إن الأبو أرنت حصل ذي أرنت نهدان دليل قطع يكسو أروري لما حصل كرو دي دليل كسو أرورو أو نبقوا بشي هذا لم يتشيرو يلا سمتر مجيرو أما قرآن كاير مجيرتو شيء دليل لأدو مجيرو وعني كرتا دليل يري وحي وحويان دليل يري واجران واجران وعني كرتا أما شيء مردو اجتهادي هاي أنا قمنا أن ندول استيقرين تاسكو فلا طريقة إنصافك يعلم دورة طريقة لكن ما تشيروا تاتراه أنا صاف ميري نقي وحول وياه ويمكنه وحى صور تقرير دكتور غازي أيها بالسكود ده أصلا مثال إنه كانوا ويمكنه وحى صور تقرير أمثلة وين كانوا أصوليينتو لكن السجى وقوك هذا وياه مثال عن إشكال جو كيري كيري الثامن من الدولة يقولي معنى هني وميت كاس أما مثال إن وحوى الحديث اللي سواء روريو كدبنا له الحديث كان يجمع عاقصي سواء بيوحا كتبت على جهلا وحى أكاد ليا وحى التهاي مثال أخال عن الإشكال مثال عن إشكال كمرا اللي سواء روري كريم ويوحو كاد الله بل دكتور غازي كو كان أنا رجل ويري ويمكن وحى صورة قلعة أن يمثل اللي مثاليو له إجماع حديث مسخي بقوله النبي قول كيسا صلى الله عليه وسلم أو نبي قيري فإن خير صلاة المرء قفك صلاة ديسا كنوغو قير كبادان في بيته كائن في بيت قريسو أهذا قير كاسو إلا صلاة صلاة دي مركا لغرهبو صلاة المكتوبة الواجب يلي نبي صلى الله عليه وسلم حديث كاسو قليه قفك صلاة ديسا او تكدو مده او خير كبادان او اجر كبادان وصلاة او وحوين او قرقا كتكدو مركا لغان ريبا صلاة واجب كاو الهي كفرد يالي صلاة واجب كاو الهي فرد يالي ايضا وحا خير بادان اللي قد تكدو مسجد كو جماعة للا تكدو وليبا رقا ساسا او خير بادان واجب نواكو طاي على القول الراجح من اقوال اهل العلم افرت قول اهل العلم ده قولك أقول راجح حسن من حيث الدليل وإن كما عدو واجب تاي أو فرض العين كتاي رقع أفر قولك جرت قول ده هي واصن قول ده هي وحوين وفرض الكفائي أو هذه كما عند مسجد كالأوغانة كوة كالتي قولك كتك دنبك وكرنعي هذه مسجد كالمال سوء أجد رقع بريه ولا فرستان ولا الدنبابة والشعار كهدي علامة الإسلام كالباب بأشي وقولك لبعض إيا قولك صدحاته له وفرض العين هذه مسجدك حتى بيحسنه إيا لبنين أي حافظة كذوه سدان بدون عدرين لبنين دواد دنبابين صلاة دينا وكتنا عيداه قولوا يكتو كبير وطارب صلاة لهم لكن واد دنبابين وفرض أي كتاقين قولك أفراده له ماذا كأنسحين قولوا يقف يكتو كذا بعد الوي وطارب صلاة أفرتاس قولي كوشيرتي قولك أقول راجح حسن من حيث الدليل وقولك ضهية وفرض العين لكن شرط لصحة الصلاة ما هم كما عدو صلاة هو أنصح أيضا هدو قولك كتو كدو لكن فرض وكتو قفك سعقوب مضيحي دنبيوك شاكيس ماركا قولك سأقول راجح حسن دليل وقفنا قولك نبي صلى الله عليه وسلم منو يري وحان دمعين صلاة إن لأقمو وآن من أمرو إلى دادك توجي أنكوح صحابة كاملة كما عاوته وحابة كان عن الهير عن حابة إيه كان إلى هذا وحابة ما كان لك كانو حرك قريه كنت كان إيه أن كما عاد حاضري أن كبقوا قريه مركة قريه إن لقبقوا قفكا مطي وحقيقة قفكا سؤولوا سنكيت تجي سنو إلا سنو اللي سنو عقابه قريه إن لقبقوا وحي كن مطين وإنه كتغي واجب الدلالة واحد عادي كميتها وحالميدة حديثي كلا تنينك إن بالك والنبي صلى الله عليه وسلم يميت أوي رسولك الله أنا جا إن بالان أهاي جوري جاي جا يمسات الجريدة أول دحية وحوين قف الصوت والصوت عن قرطان ما هيو يدور دار مهيه ليس النبي صلى الله عليه وسلم يقول كيري ما مغلى إذا أدنك حي على صلاة حي على الفلاح ما مغلى ذا ما يا وين سوء شيته دي مرك إلى هاي يدور دار سيء أوقفك النوع عاصة والرخصة هايستو أو يسوي واجب كوا هاي الصقو إن بالق
وحوي النبي وحوي وشيق لها دي رخصة جلية قولوا لقلوا تكاكرا نبي شيق لها صلى الله عليه وسلم عيالي نبي وحا السوغان ما خير بين الشيئين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما وليس لبا أرمض لنك لدورنسين إلا كان فضوض الدورين جيري هدو سندن بأهين سو ما جيدي إن دول هدو مركة رخصة وقولوا لقلوا تكاكرو إن دقف قبا مهلا أيو على كل حال قولك أسوي قولك الراجحة قولك أسوي حديث كان مركة فيرية حديث كان محيوك هاد لا يهرط وحا مهم عن سبب الورود كيسي إن لفهمه قرآن كان وحا لقو فهم عن سبب النزول ك. حديث كان وحا لقو فهم عن سبب الورود ك. سبب توح بلاني حتى إذا نبيك صلى الله عليه وسلم أيضا رمضان وصلاة الليل كتوكي ترى أما ترويح لوحا اللو يقان ayuu tuujiyay oo masjidku nabigu ku tukaday markaas ay ku xirteen jamaacu habeen labaad u yimid jamaacadu waa soo badatay habeen saddexaad u yimid waa soo badatay habeen ka afraad waa imaadiga masjidka oo buuxsamo dadkii qaadi waa subaxdii markuu soo baxay oo wuxuu yiri xalay igama qarsoonay inaad i sugeydeen waxaan in kaga maqnaaday waxaan ka cabsaday ilaahay inuu farad in kaga dhigo jamaacada in lagu tukado salaatuleedka oo tarawixda غريهم كتب كده محايا لي فإن خير صلاة المرء قف صلاة ديس كانوا خير بدانو في بيته وأهابي إلا المكتوبة تفرد كماهن إذن غريه إنه كتب كتانا خير بدان سوما مركب ماشا سواح ربا إنان حوغا عن دولستاق لكن بل إنتان دولستاني دكتور غاسي قابكو استدلالي حديث كان عرقو عن عرقو مرد حديث كان سيب الورود كيسي اللي فهمي فقولوا قولك سوى صلاة المرء مضاف ومثل إضافي إلى معرفتنا الهرب إلا مضاف والبامهن عامل إلى معرفتنا الله إضافي فيا أم وعميمة كل صلاة صلاة كست عميمة بما في ذلك صلاة التراويح مع ما في ذلك أرنت أسأل أيضا كجرته صلاة التراويح صلاة التراويح إذا ما كمل إلا أيضا مكتوبا ما هنا marka salaadi taraawixda ha haato mid kale ha haato dhammaan salaad waxa uu khayr balan qoftu kado mid guriga ku tukado saas uu soo galee wuxuu yiri marka doktor qaasi waqad ajmaa sahaba sahabadu waxay ku ijmaaceen ala anna salaata taraawixda tustahab in la sunnayo fil masjid masjidka lagu tukado fayakunu hunqona hada ijmaac ijmaacna de waxa weyn waa sunnah sahih bukhari ga ku sugan umar ibn khattab ayaa jamciyay wa ay tukadeen markay tukadeen hal qof oo mukhalif saxaabada lama hay hal qof oo saxaabada kamid ah oo yiriyaan jamaac lagu tukan majiro marka waqad ijmaaca saxaabatu saxaabadu waxay ku ijmaaceen ala anna salaata taraawihi salaata taraawihda تستحب إلا سنة في المسجد مسجدك فيكون وقلنا قناة هذا الإجماع إجماعان مخصصا متقاري إلي لعموم الحديث حديث كان عموم كسيدها فإن خير صلاة المرء في بيتي قفك سلاة ديس أنفرد كاهين قريقا يكو قير بلانتهاي تراويح ديا لغير ريبا إجماع وإلا سنة إن مسجدك اللغتو كدو سيدع سويا وكي بسدلالك لكن هو فيه نظر نظر وين هذا كوتشرك لابدنا عن نظر كوتشرك كو هرت حديثك حديثك فإن خير صلاة المرء خير يلو شاقي إما الديدين صلاة دان إن لقدتو كذا مسجدك ما بديدين لكن يا خير بدان مسجدك هداد كنتو كتو إيا إناد كنتو كتو قريقة يا خير بلان حديث ورطة كعب سو ما جيدي تاسو كعب ايه كما هذا اللي انسا راويح مسايدك اللي قلتو كده اما صلاة الله سنة مسجدك اللي قلتو كده ما شاي سنها مسوي البدع كما بحب حديثك كما هذا اللي وحا صحابادو كو اجماعين ما اهان وحا خير بلان قريقة انت راويح اللي قلتو كده iya in jamaacada masjidka lagu tukado jamaacada khayr baran oo ajar baran kuma ijmaacin saxaabadu ee waxay ku ijmaaceen taraawih masjidka lagu tukado bidca maana waa sunna biswa intaas jamaaca saxaabadu walidaas sidaas daraadeed khilaafku waa mashhuur iyo ajar baran
تراويح قفكي مسجد كتو كره اي قفكي قري كتو كره ايهما افضل وخلاف مشهور تا امام مالك ابا كميدا ابو يوسف ايابا كميدا ائمه بدن امرين بعض الشافعية كميدا افضل قري تا تراويح ائمه بدن امرين بل ايدا بالراجح هذا هذه اللي هي الشروط اي علماء الحرين اه مركا وانا سيدة استذكارك ابن عبد البر كسوغان وسيدة تمهيدك كسوغان وسيدة اي كتاب خلافك كان لبا كسوغان والمثال هذا وحوين تراويح ده ان قريبا لغتو كدو ايا ان مسجدك لغتو كدو يا فضل بضان ومثال خلافية الوضع قبل واحد ده ان شماعة فضل بضان حتى حد عمر المخطام مركو جمعيس البخاري وحا كنت الله والتي تنامون عنها خير منها اه صلاة دان اي تكنا ينوى النمحو لكن مدى يكسيحانا يانا كخير بنا مدى يكسيحانا يوى مدى آخر كلا تكنا آخر كلا مسجد كلا مسجد بوبتشي صحابة ده الله ما هي مركا نوال بقرق سكتوك آخر كسوا ماها آخر كاسا أجر بنا آخر كلا قريبا لقد تكنا امام مالك اي مبضا نوحي مرين قريبا قير بنا لكن شروط الحرين وحيرا بان كو قف كان هداد قريبا كتو كتو وإن عن جماعة المسجد كباب بأين دي جماعة وبعدين قدرت أول إيمانة يدي لكالتقى يمكا تقتو دي الشعار كده ما يضاب بيضا مسلمين وانا الشعار مسلمين تليهن تراويحي بسائة اللي قلتو كده ويكو شار ديقى الله باب قرآن كإمامكو كتو كده قرآن لأك أما كبلا وين كتو كده هدو جوز كتو كده وين جوز كتو كده لكن هداد واحد من حق الله تقتو أول عصر أتكو بوبتو ما بيعكرتنا الأجر كاتا سببت الصلاة هالكي واجر بضان وهو أفضل صلاة وطول القنوط استيقى ديروة آه. نبي صلى الله عليه وسلم صلاة وحا أقول فرمي بضان واستيقى ديروة مركا انتي او تاقنا حتى اذا تاقنا كرين القرآن كي او أخي اذا أخي كرين ايضا ورمالي مسجد كاكو قير بضان ايضا كو قير بضان وحانا راجحا من حيث الدليل وهو ينقرق اللي قلتو كده محاتو سيا دليل وحاتو سيا وحيفة جرتبة حديثة وحو كميدة حديثة قاب خلاسكو قلافة أقاد رياب وفهمي وإي سابتا قلافة لك أنت إن قلافة ماذا ومعها إن قول قلاسكو وافقه إن أجر بني سببتوا وحي جرتا قاعدة المرأة أسوريين تأيليه إلهي إذن كيسين أن كنت تقنن ويدا على كتبة قبل كميدة إذا ساس أقول نسكر عيسا قاعدة سوحة لنا ده سبب الورود وسبب النزول صورة سبب لنا معناها سبب أما سبب الورود هذا حديث كحل هذا سبب الورود آياتنا كحل هذا سبب النزول وحي الهدام أصوليين سورة السبب قطع الدخول معنى دوام محين هذه آيات أي سؤرر تسبب النزول نعي لهذا أنا حديث أصوأرر كو آيات تسحبهم كيدا إيا حديث كسحبهم كيسا كو حسوأ قرية سورة دعوكو سؤرراري سورة دعوكو كو سوأ قرية كد إذا ما كعموم كسوء وكينا يا وحليلي هاي العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب ليش حكم كلاجأ فيرنا وإنه عام يا اللفظ بو ما كوح الله وحي عموم كسوء ما نايا حكم كسوء قليان السورة دي لغو خصيص ما مسألة ما كلاسكو قبطة واحد تهاي وحويان سبب كوح ما خصيصة سيدا سواب كلاسكو قاني ما خصيصي او وحويان العبرة بعموم اللفظ اللفظ قاس عام نمدي سالوه سوغرين او حياليه الكالي اما سورة دي سبب كوكوين ايادو واقت اينا الدليل كسكو جيرتو قاعدة داس ما كان كاين دلاغ مو حديث كان سبب الورود في سلاة التراويح ده هو ايادا سوكاد لأي نبي قمركو ليه فإن خير صلاة المرء في بيت إلا المكتوبة مركو ليه هيدا مدو كالا وتراويح إذن وحوين كو وحا قرقا كو قير بلان قطعي وإني نغطا وإني سوقا شطراويح حيال هدان تراويح دي سوقري ماشي ومدقو كان لأي دي سوقري وحكا لأي سوقري كرا إلا كو ترود كان لأي سو ماهان إذن وحوين وإني نغطا سورة دانو قطعي وإني نغطا وحا قرقا كو قلقا بلان وإني تراويح كو مغضا كدب هدانا خاطبا دي صلاة دي وحا الله وحا جماعة الوجه دي عيدو كلا إذا جماعة لقرر صلاة الكسوف كلا جماعة لقرر كو كلا وإني قرقا كو قير بلنا دان سيداس ويا سيدا صوابك قابك لو رجعنا وقابكاس اجماع انا او شيغي ان صلاه التراويح دا لغو او مسجدك
وسنه ابد اما هم اجماع صحاب واجماع اما غوري كو قير بانته مسجد كو قير بانته مسجد كو قير بانته اجماع ما بتجربه هم سلا خلاف كده بنانك يال اون شيخنا ائمه دي سداس قبطي واخ كميده هي marka misalada asna wasas kaso marka taas qulaasada maxay noqonayda daliil ma keri doktor qasi daliil hujja mithal oo iskaal aan lahayn oo ah hadiis ijmaac lagu qasisay ma uusan keri wasas war al aashir mitka tomneya an yakuna taqsiis huwa inu noqdo taqsiis sunnati sunna la qasisay bi qiyaas qiyaas lagu qasisay sunna la qasisay oo qiyaas lagu qasisay وإن النقض وذلك مثال كنك قولي ونبي قولك سوكرة صلى الله عليه وسلم أو نبي قول البكر قفك بكرة الزاني إكسي نيست بالبكر قفك بكرة جلد مئة بطل كرباشوي إيو نفي سنة هل سنة أو مسافر أو لغا عيري أو لغا مسافر بل كيسي إيو ديغان كيسي فقول نبي قولك سير البكر أويري عام وعام لأنه لفظك معرف وحلو معرفي بال الاستقراقية الاستقراقية فيشمل وخشملنا البكرة بكردي الحرة حركاها إيا والبكرة بكردي العبد الضنكاها ويسلسوا قليان وقد خصت وهل قصيصي الأمة الضنكا قبر الضنع وهل قصيصي بقوله إلهي قولك سألقوا قصيصي تعالى إلهي واصر إياه إلى أوير فينتين بفاحشة هذي قبلها الضمادة الزنا اللي يمادان فعليهن كركو روحا هذي النصف ما على المحصنات قبلها حرطة انت دوشو البركير ومن العذاب عقاب مركا قبلها الضمتا أيضا آيادا خسستو حديث كان آيادا خسستي ويقاس العبد ننك الضم كان وحا اللغة قياسنا على الأمة قبلها الضمتا إن أساقنا لك لبرا عقاب في تنصيف العذاب عذاب ككربردي صلى الله قياسنا فيجلد أدونك وحال جلد 50 جلد كنتن جيبل على المشهور قولك عنك هتنقى بنا من مذهب الحنابلة عنك حنابلة كلمانة أكثر تقول مضوين المطلق والمقيد مطلق هي المقيد المطلق والمطلق هي والمقيد المقيد كي هذا محلهما هل كان وانيش اللي هو لي قال المصنف مصنف غيري المطلق والمقيد هذا محلهما تعريف المطلق مطلق قيحديسه هذا محله نشان ومشي لغه ايضا المطلق مطلق لغه من جهه اللغه حق اللقبه ضد المقيد مقيد لفكيس وين حقوق حقوق لين مقيد مثل حري وكسر جهه ما كان مطلق او متحرك لغا سيداي مقيد نوامد الحري مركا مطلق لقاها وامد حرق لغا فري مقيد نوامد الحري مركا ليدسكوي المطلق مطلق لقاته من جهه اللغه حق اللقاده ضد المقيد مطلق الحري لدكيس وي واصطلاحا من جهه الاصطلاح حق اصطلاحنا ما لفظ وي مطلق دلت سي على الحقيقه حقيقه سي بلا قيد حرق العام ايضا وحلو حري وحا لا يرادا مطلق ولفظ حقيقة كتسي أيضو حقيقة داس أن وحبا لغو حري وحبا أن لغو حري وذلك مثال كي كقولي والله قول كي سوك لتعالى إلى واصر رياه إلى أوير فتحرير رقبة من قبل أن يتماسى والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا رقا دمر كي أي قبين اسكت ذهاري رقا دمر كي أي قبين ما هي هوية دي يتغلم متها اما هوية دي دمر كي يتغلم متها رقب حاسسكو دي كي منكر وي وابكو هبلان فتحرير رقبة فعليهم كوركو دي وحا اهدي تحرير رقبة قار حرينتي حواجب كو قار اني حرين الدول اني حرين من قبل ان يتماسى انتي سنلودو دي استابن اسكو قلمون ما سيقاسنا قلمون شو بيسلو لقال الله انتيسن اسكوبا قلمان وانو الدون حريو في المركة رقبة عليه بس رقبة على غربة رقبة دي وحيتو السيدة اوكالية الدون نمو حقيقة الدون نمو بس
lamadin mid adon oo abdi ah lamadin amme lamadin kaafir lamadin mu'min lamadin mid baa lamadin mid gaaban mid madow mid cad midna lama kala qaadin faqawa ayadu wax kale ma tusayda waxay tusayda oo kaliya xaqiiqada adonnimada waxa laga rabaa adon bis xaqiiqadaas bisay ku dhayn faqaraja waxa ku baxay biqowlina qowlkeena aanir ma shay dalla tusay ala xaqiiqa xaqiiqa wax tusay العام عام كي يكون بحي لأنه عام كو يدل أسوه تسا على العموم عموم أسوه إفراد من أكو بحي مركان رانو والسارق والسارقة توك دنان تيسوي توك أنو لمدين توك توكك كميدا ما حد أدوم أدوم هذا كميدا على غربة قف كانوا لحري هيري أما واحا لغربة أدوم هذا دور كتورون لحري لغم أرهد أدوم أدوم هذا كميدا لكن مركل إرادة والسارق والسارقة معنى هذا واحد وين توك دمانتيس إيا توكت دمانتيت فقدعوا أيديهم أقع ماكا جان مركا عام كو أصغوه كو دعا إفراد دو إذل ومدنيت كو دعا لكن مطلقة حقيقة كو دعا عن معينة هين حقيقة عن معينة معنى هل واحد وعن معينة هين كو دعا هل واحد وعن معينة هين واحد كو كالفهم كتفير لفظ عاما أدي هذا فيه قفا كبير الحق مركز وقو كبير أكرم بالبا أرضي كرامي ساسا تبقى أقدي هل أرضي كريم فراحة كسار فقد امتثلت الأمر أمر كوافرين فيري حتى لمن مليار أرضي كوافرين أمر كوافرين لكن أدو كبير هذا أكرم الدلاب الدلاب سعامة هذين مليئين أو أدحل متكتب أمر كماذا فيه حال عبد الله أرددت لما ينتدون مركز هذا سيؤكد الدوائي هنا عامك أفراد دوتمن وهالمرك دعا مطلقنا حقيقة بسوك دعا وعام معين أهين حقيقة انهبل أهين دعا أدون حقر يالي أدون كاسوك نغاكرا من عربة نغاكرا من عجمية من غير يوروبا من أمريكان نغاكرا من وخو نغاكرا أفريكان من كرام نغاكرا جبار نغاكرا وخو نغاكرا من مسلم نغاكرا قالوا نغاكرا كده من القيدة مثل القيدة ما هو سلام رسول صحة إسكده لكن هذا فتحرير رقارة واحد تستي أبدون بس إلا حرين فقرات واحد كوب حي بقولنا عن ما لفت دلة تسي على الحقيقة العام لأنه عام كو يدل وقت تسي على العموم لا على مطلق الحقيقة حقيقة ما تسي حقيقة فقط ما تسي ام افراد رمو خدعا وخرات واحد كوب حي بقولنا عن بلا قيد المقيد كل قيدة يا بحي مطلق وخوت صحقيته ان قيدني الدور علي الدور ما بين مسلم ما له محرين بير له محرين من ما له محرين دمر ما له محرين حبل له محرين تعريف المقيد هذا المقيد كي وقيح امر تعريف المقيد كي لا قيدي تعريف كيس المقيد مقيد لغه من جهه اللغه حق اللغه ما شيء ويه جعل الله يلي فيه دحديسه قيد حرك او من بعير نيف جيل ا يو نحو خلميده مقيد وامد الحري رتي جيل لو لا خري او غارن سو قلطات خيرتاي نيف اريال خيرتاي واخ وين محبوس قالا سوته وا خيرتاي وا واخ لا خري بس مقيد هو قعربي مركه ليرهدو وا شاي لا خري او خري كو خري واصطلاحا من جهه الاصطلاح حق اصطلاحا ما لفظ ويدل تسي على الحقيقه حقيقه تسي بقيد مع قيد ايضا لا خري حقيقة أو شيء لغو حيراني مطلق وكسور جيدا فيه حقيقة وارتا تسا سيدا مطلق وحقيقة وتسي لكن حقيقة دوائيه بقيد حقيقة أصبحنا لغو حيرا حقيقة نوحاسة للي وذلك مثال كنك قولي والله قولك سوك لتعالى إلهي واصر رئياه إلى وقول سبحانه فتحرير رقبة مؤمنة وقفك قف مؤمنة خطأ أدري وما كان للمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة إلهي قف كي قف مؤمنا أصدر أكسين ديلا وقل إسلاها أغارسو بعيدة أرد دائما كيسو كرفي دي تكاين قدر تيمومي وطنها جار سوما جديد ما أكو أغير ماشبا مارك إلهي وين وإلهي وإنو أدون حرائيو أدون كو مؤمن أهلي مركا مقيد واكاسا حتى أدون كاللادر وكو حرين يكو قيدين يهي إيمان ودو كون قال حرين كما قديد كما قديد مركا وحو تسير رقبة وحقيقة وعبودية حتى نوى قيدين تو إيمانك حرمت حقيقة قيدين تسير
فخرجت وحا كو بخي بقولنا عن القيد بقيد وان حرك لجرو المطلق يا بخي او قرافي اشرح لما فرق ملكو كسو جيسن مصنفكم من العام عامكي اي والخاص خاصكي ما صار وحا مناسب النقدي ان يتبعهما ان الرأسي بالمطلق المطلق اي والمقيد مقيدكي محوم مناسب النقدي ولشبههما مطلق اي مقيد كشبه الدولة بهما عامكي خاصي شبهان وشبهان إذ المطلق محايل مطلقة عام وعام عموما عموم عموم كاسو بدليا بدل لنسبي مطلقة عموم بدلي وتصا عموم وحوين عام كنا عموم استقراقي وتصا فاس اوكال دو عموم بدلي محلو لجيدة فيري تصالة وحالو بيري اعتق رقبة قور حري واتقطي قور ليرادو عبدي اما سلير عيسى ليرادو كسو يكتوا حري waa sax wa kan sax intaas ka yagu dii dad iska deeydo oo adoon kale to magciisa leeyraada abdullahi at soo qabtay xoreeyda ka gudii haddii iska deeydo ku bedelato adoon kale maxamed leeyraada waa ka gudii dad ka bedelato mid kale nuur leeyraada xoreeyda waa ka gudii adoon marka waa bedel fiir mid gaar ku dhicime mid gaar ku dhicime soo ma jeedid mid gaar ku dhicime markaas uu yiri wal muqayyad muqayyad مع المطلق مطلق لتركي سحالة وأهادي بمنزلة الخاص خاص كدرجة دي سيوتشوغا مع العام عام كحالو هادي مقيد كوني وحو كد لغاية هاي خاص كوني يشو عام كتشوغي عام كو سو أفراد بادان توسي مي خاص كونا سو أفراد دا قبل كريني مي كانونا واسودا سو كالاتو مطلق وحو توسي فرد عن معين هين شخصي اما أشخاص عن معين هين توسا مركاس مقيد كوني وحو مقيدة وقيدة صفة قارو كحيرا وليه مايا وإنو صفة راس ليه والمطلق المطلق لغة حق اللغة المرسل وامدك اللي سيدة وحارق الغفوري تقول واحد لابا أطلقت وان سيدة يي السيدة أغاركي أو الأسد اللباحي أي أرسلتهما واضرة واسكدرة لغة هانوي وعرفه مطلق وحقوق المصنف مصنفك في اللغة اللغة بحضر حالة أهابي بأنه مطلق ضد المقيد مقيد كسر جيده وهذا كانوا من بعض التعريف شيء وشيء لوو قيهيو بما يقابل شيء كسر جيده وانا لوو غرتا شيء وعرف مطلق ولا قيهي في اصطلاح الاصوليين والاصوليين اصطلاح ودحار واهابي بتعريفات تعريف يال تعريف يال كاس وكثيره فربضان منها تعريف يالكو كميت اهابي التعريف تعريفك الذي تعريفك اورد وسو اروري المصنف وهو تعريف كوسوار يوقعها ما دل على الحقيقة بلا قيد وهو تعريف كانوا كتعريف ابن سبكي ابن سبكي تعريف كيسوك الوين ابن سبكي وتاجدين سبكي اللبا السبكي يجرت السبكيين أهل رادا وويلي أبيس أبا أهل رادا تقييدين سبكي ويلي كان عبد الوهاب تاجدين سبكي أهل رادا لبا بابا اللبا أصولي مركا كتابك جمع الجوامع كتبت كل بس مالي الحياة لقد لقبيه كتابك اووه منك اسكالوه جمع الجوامع على هذا بقول كتاب او اصول فقه انت اسكو كياني او علمي كتير اسكو هل كاس كتاب كده بقول او سو جمعي مارك جمع الجوامع على هذا وانا لك بيه دي قفكو قوسك صور اسم حادو اسكفو دي مارك شيق اسكاله كتابك لرادة جمع الجوامع الى تاجدين سبكي تعريف كيسيا تعريف كان او كدوية كيو كدوية هاي وحيانه كل دوين وهو تعريف كانوا كتعريف ابن سبكي ابن سبكي انا سبكي تعريف كيسيو لميديا في جمع الجوامع حال كسونا هذا تعريف كاسو الا لكن انه مصنف كعثيمين افدل وحد بدل كلمة الماهية او تعريف كابن سبكي وحوي ما دل على الماهية بلا قيد وصف ما دل على الماهية بلا قيد وتعريف ابن سبكي او جمع الجوامع اصلا حويري ما دل على الحقيقة بلا قيد ماشي ما هي كنت له حقيقه كبدل عثيمين سوما جيد مركز الا انه مصنف ابدل وبدل كلمه الماهيه في تعريف ابن سبك حاله كسوانت الحقيقه كبدل وهو تبديل كاسان حصل وناكسب بدلت توفي عنه وحي في عناطي محاير لان الماهيه ماهيه مولده وكلمه لسميه ليست كمد معهم من العربيه العرباء عربي اصيل كمد مع وكلمه برضه بالسميه كلمات عربي أصيل كها معها
فقول ايدي يكون شرح مرك تعريف كشيقه فقول شيقه قولك سوري ما لفظ دلت سي يحترس وحلا اسكا الى علينا به لفظاس عن المهمل فانه مهمل لفظ يعني معناه الحين ولا معناه تري فانه مهمل لا يوصف لمصفيه باطلاق اطلاق او تقييد مطلق للميره مقيد للميره لفظ المهمل كما لا يوصف سدا لو صفين بعموم او خصوص الا معناه ما له معنى ما له اطلاق يا تقييد يا عموم يا خصوصنا ومعاني وقول شيق قوم كيس على الحقيقة يتسع يحترس به وحلا يسكاك إلاليا عن العام عامك لأنه عامك وإن كان هذا يدل متسع على الحقيقة إلا أنه عامك يدل وقتسع معها حقيقة لترك على شيء أقرى شيء كلي وهو شيء كلي الاستقراق وإفراد دور طنئن ما شيء أما المطلق مطلقة فيدل على الحقيقة فقط حقيقة وتسع بس وهو إفراد ما شيء وتقدم وانا نص ورمر الفرق فرق او دخي بين العام والمطلق في تعريف العام عام كقيديسي وقولوا بلا قيد يحترس به وحلا اسكغا الى لنا عن المقيد كي لا قيدي لانه مقيد ك وان كان هذا يدل متص على الحقيقه الا انه مقيد يدل واتص عليها حقيقه بقيد ايضا قيد لا جرى كخيره ركبت مؤمنه عليه ومن أمثلة المطلق مطلق المثال الذي سيكمت أهاضي قولوا إلهي قولك إنسا تعالى إلهي واصر رياه في كفارة الظهار ظهار كفارة ديسي ظهار وحالة لذا منك يحاسك سيره هذا أنت علي كظهر أمي هذا هو يدي قبر كذا دي قلمته وكلمة منكر أدعو قطرة هو يدي سي إسلام تلسي حي سوشبها بل أفهم دي سفيري ملك وكلمة قطرة إلى وغير سبحانه مركا فتحرير رقبة فعليهم رقاس أو دمر كودة ذيحاري دوشو دوحة أهاتي تحرير رقبة قور حرينتي من قبل أن يتماسى لذيذ انتسان استابان كور يغل استابان وينو بحية كفارة فالرقبة هنا مطلقة ولا إطلاقي عن أي وصف وحصفة ولا إطلاقي صفة زائد كاليرات على الحقيقة حقيقة الدوني ماذا فالتصدق وحي كل رمي مركا رقباته على المسلمة قرق مسلمات والكافرة مت قالت والضويلة مت دير والقصيرة مت قارا والبيضاء مت عط والسوداء مت مدو والذكر مت لب والأنثى مت لدك والعربية عربية والأعجمية مت أعجمية كل وسوق لي مثال كلا وقوله نبي قول كيسا صلى الله عليه وسلم أو نبي يري عمران بن حسين وكيري صليتك قائما على تمتاغن فإن لم تستطيع حدادا أولين وآذن كنتك كريم استاد فقاعدا فصليتك قاعدا على تمكيف الليا فإن لم تستطيع حدادا أولين فعلى جنب فصليتك على جنب من حالتك سبنطاعي على جنب تسوي الحرفاتك جنب ومكرو أو في سياق الإثبات نفي كما هو الرئيو نهي كما هو الرئيو شرطي كما هو الرئيو استفام إنكاريا كما هو الرئيو تاسو كلام مطلقة نينع أتوكا نبيو أبو نينع أتشيفا هادو نينع إيري وحي أنتو السيدة كليا نينع إن أسيح هادو فريسو هاي نينع أسو أما بدحا هادو أما ميدكا هادو حي لو مطلق كما قيدنا ميدك وغير فالجنب لنعا مطلق ومطلق فيصدق وكل مبا على الجنب لنعا الأيمان المدكتا والجنب لنعا الأيسار بالحدا إيهو قول نبي قول كيسا صلى الله عليه وسلم أو نبي يري في 24 أفر إيا لباتن إيا ثمات دونها وحي كالسكية أفر إيا لباتن إيا وحي كيا ومن الإبيل قيل في كل خمس شن حالات لما انت تحيو ضوحة اعطي شاتن هل نافو اريق شاتن فيري ونكرة في سياق الاثبات نفي كما هو الرئيو نهي كما هو الرئيو شرط كما هو الرئيو استفهام انكارينا كما هو الرئيو سو ما تشديد مركا كري امبالغة حالا كري ده اسو اما ها هاتو اريق ايقا حيرانها اما ميت الدفوش وين اريق عبادك ها هاتو كري امبالغة حالا الا نبي بمامك القادرين mid soodanto weyn ha taayrabto shaato ma laga rabo ariga asaga oo u dhaqmo ari ay leeyeen ha ahaato ari aan u dhaqmin meel kale uu ka soo galay ha ahaato haddana nabiga ma kala qaadin waa mudla kaliya ul haqiiqada fiya laga rabaa bis haqiiqada fi taasa laga rabaa shaato kriyana dhina neef ari aan leen kri moobta waa dhidige orgiga la tigis waa dhici karto way
فشاتو شاتدا مطلقه ولا اطلاقي فتصدق وحي كرمودي على شاتي شاتو التي شاتدا من جنسي قرني ارغيسا كو جنسي يا والتي شاتدا من غير جنسي قرني ارغيسا كو جنسي اهي كشاتي سيده شاتدا يو كره التي شاتدا تجب واجبته في الفديه قف حاجه مركو جوجو فديه او اسكبخيو وهل المطلق هو النكره في